في أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي حول الحرب على غزة مع الباحث في الشؤون الإسرائيلية من حيفا وائل عواد. السلام عليكم. كان البعض يتساءل أحيانا عن جدوى ما يكون في الحوثيين في اليمن من بما يتعلق بإدخال سفن من باب المندب، هل سيؤدي ذلك حقا إلى كما قالت الكثير من التحليلات إلى مشكلة اقتصادية في إسرائيل؟ أم أنه إسرائيل في نهاية المطاف راح تدبر حالها وأن هذا شيء غير مؤثر كما حلل البعض؟ اسمعوا، في العام الماضي دخل إسرائيل عن طريق ميناء إيلات، كمثال ميناء إيلات، 150 ألف سيارة، وهذا الميناء الأساسي للسيارات في إسرائيل، ميناء إيلات. حتى اللي بيكون رايح على إيلات في الطريق بشوف مساحات شاسعة جدا، مساحات رهيبة للسيارات تقف هناك، مواقف ضخمة. طيب الآن، وبما أن باب المندب مغلق، المين اعترف، هلا مش تحليلات، لا أحكي عن تحليلات، شيلوا التحليلات على جنب، الآن اعترف ميناء إيلات بأنه هذا العام صفر سيارات، ولا سيارة واحدة، كان يفوت 150 بسبب قصف الحوثيين لسفن إسرائيلية أو سفن تحمل بضاعة إسرائيلية إلى إسرائيل. ويقولون بأنه في الميناء تبقى بضع عشرات من العمال فقط بضع عشرات. اليوم نشر الميناء رسميا، يعني أرسل رسالة رسمية للوزيرة ميري ريجيف وزيرة المواصلات، قالوا لها ساعدونا نحن نفلس، حتى البضع عشرات من العمال يعني شيء 50 عامل فقط، يعني نحن مجبرين الآن على إقالتهم. وحسب صحيفة كالكليست الاقتصادية، الحديث عن خسائر بقيمة بين 6 إلى 10 مليون شيكل بالشهر. وعلى سيرة الموانئ، هل تذكرون الميناء أو الرصيف المؤقت اللي بنته الولايات المتحدة على شواطئ غزة وقالوا هذا لمساعدات إنسانية، تذكرون؟ وأنهم استثمروا فيه ملايين الدولارات؟ أين هو؟ والله لم نسمع به منذ مدة. اليوم نشرت معلومة باعتقادي غريبة عجيبة. اسمه بايدن تحدث عن هذا الميناء من شهر آذار، واللي قالوا بدأ العمل به بشكل مؤقت، وشكك البعض، وكنت أقرأ التعليقات على هذه الفقرة دائما، وأنا أفهم طبعا هذه الشبهات اللي كانت تكتب في التعليقات بأنه هذا الميناء هو خطة أمريكية إسرائيلية ضد غزة، القسم حلل هذا تهجير السكان وهكذا. اليوم قالوا أن الميناء توقف عن العمل، توقف، وسنرى التفاصيل إلى أين نقلوه، ولكن قبل يقولون خمس أو عفوا أربع مرات توقف عن العمل منذ شهر أيار، وذلك لأنه كان يتعرض لرياح عاتية، رياح تدمر الميناء. أنا مش فاهم يعني شو من وراق عاملينه، يعني الجيش الأمريكي للميناء والجيش الأمريكي عليهم بناء. بعدين شواطئ غزة مش يعني شواطئ اللي هي عاتية وفيها أمواج عالية، يعني مش منطقة كوارث طبيعية، وهذا العام اللي مضى علينا ما كان في إشي بيئي خاص. بعدين بيحكوا أنه قتلي في الميناء أربع مرات في شهر أيار وحزيران، يعني مش بعز الشتاء، بالربيع على أبواب الصيف بالمنطقة. يعني يقولون إما أنه هاي أنه أتلف عدة مرات، يا إما هي كذبة يا إما شيء آخر، بكل الأحوال بدها فحص. اليوم وزير الأمن الأمريكي أوستن اتصل مع وزير الأمن الإسرائيلي جالانت وقال له لقد جمدنا عمل الرصيف، ومش بس فكوا له الرصيف ونقلوا له ميناء أشدود، هاي كاين الرصيف بيطلع بتفكفك كمان، ونقلوه إلى ميناء أشدود. هنالك شيء غير مفهوم باعتقادي في كل القصة منذ بدايتها حتى الآن. يعني معقول يا جماعة هكذا تدار الأمور؟ يعني في شيء غريب، ميناء وبتلف عدة مرات في بداية الصيف ثم يفكفك ثم ينقل إلى إسرائيل، وفي أشدود هنالك ميناء، إذا لماذا؟ يعني في شيء باعتقادي بحاجة لفحص عن جد في هذا الموضوع. الفيديو الأول. اليوم كان هنالك اجتماع في الحكومة، سألوا نتنياهو شو مع الصفقة؟ شايفينكم مطنش، أوه مش بالضبط مطنش، قالوا له بس تقريبا قالوا له مطنش، قال لهم صحيح المخطوفين حسب وصفه بالأسر ولكنهم أحياء لم يموتوا، المفروض حماس تنضغط مش إحنا. يعني الأحياء، يعني شو هذه الحجة
الجميلة، يعني بحاول يهيئهم انه انسوا موضوع الصفقة الان، هذا ما نفهمه، خلص ما هن عايشين، فلتوهم عايشين، اسا احنا بلاش نضغط، خلي حماس تنضغط، اتركوهم تنشوف شو بصير. طبعا هذا التصريح اثار صخب كبير اليوم في اسرائيل. بعدين بتعرفوا الاعلام الاسرائيلي كل الوقت بقول الاسرى يعذبون هناك في الحر في البرد، طبعا هاد بيحكيوا عن الاسرى الاسرائيليين في غزة، عن اهل غزة، مع انه هن بنفس المحل اللي فيه الاسرى ما بكلوش حم وبرد، غاد بالتجاهل كامل، بس بفكروا بعواطف ال 120. يعني انا بفكر انسانيا، المفروض تفكر بالكل. حتى قسم من الاعلام الاسرائيلي كان يقول انه بعض الاسيرات يتم الاعتداء عليهن جنسيا، بعدين اجى اللي طلع هيك شكك شوي في الروايه، او على الاقل قال مش بالضبط، خصوصا بعد تحرير الاسيرات اللي طلعوا لسه. المهم، واحد من اهالي الاسرى اللي قتل في غزه قال لنتنياهو بعد ما سمعه، قال بانه الاسرى احياء، فيش حاجه نضغط، هاي الحجه الغريبه العجيبه. قال انا فحصت مع ابوي اللي كان بالاسر، وهو كمان تعذب بالاسر وكمان مات بالاسر. يعني شو عمل يا نتنياهو بكل ما هن عايشين؟ قال له ابوي كان عايش بالاسر وقتل في الاسر. يعني ما هذا الادعاء الغريب اللي طبعا نشروه بالاساس موقع واينت وموقع معاريف نقلوا عنهن. في الاجتماع يقولون بانه جالانت قال حسب واينت اذا لم تتم الصفقه خلال اسبوعين، يمكن هذا الكلام كمان عشان يضغط على نتنياهو قبل ما يروح على امريكا يحاول يخلص الصفقه او يخلص قسم منها. فبقول بانه اذا ما بنتي خلال اسبوعين فهنالك مشكله في موضوع اعاده الاسرى، سيكون هنالك خطر حقيقي على حياتهم. طبعا ايضا يمكن كمان هذا الكلام بيجي لانه نتنياهو ما اخذ، يعني هنالك تحليلات تقول نتنياهو لن يقيم الصفقه ولكن لن يرفضها بالحرف الواحد لانه ذهب الى امريكا، لا يريد ان يذهب لامريكا كرافض للصفقه، انما كشخص يفاوض. ويبدو بانه كان يعول انه حماس بعد محاوله اغتيال محمد ضيف تتلف الصفقه او توقفها، ولكن حماس اعلنت الاستمرار. لذلك اليوم جالنت يحاول كما راينا يضغط على نتنياهو بكله، اما صفقه الان او مصير المحتجزين مجهول وفي خطر. وقال جالنت شروط الصفقه نضجت، خلاص نضجت، ولكن نتنياهو هو من يعيق الصفقه. جالنت بيقول نتنياهو من يعيق الصفقه، تفهمين؟ بعد ما البيت الابيض والرئيس اللي عندهم جننونا بانه تصريحات بانه حماس يعيق الصفقه، اسا وزير امن اسرائيل واحد اهم رموز الحرب الهمجيه على غزه جالنت هو بقول نتنياهو هو مشكله الصفقه. الامريكان او بايدن كل وقت يقول حماس هي مشكله الصفقه، جالنت بقول، يعني جالنت نفسه بقول لا، نتنياهو هو مشكله الصفقه. دادي برنيع رئيس الموساد ايضا قال نتنياهو الان يريد ضمان عدم عوده المسلحين الى شمال القطاع، بقول حتى لو نظريا وافقت حماس على ذلك، انشاء اليه تفتيش للعائدين الى شمال القطاع يحتاج لاسابيع طويله من التحضير، ومع الاسرى لا يوجد وقت، هنالك خطر على حياتهم. الامر الثاني يقول مناطق في الشمال هيك يعني في كل الاحوال ملان سلاح اسرائيل لسه ما لاقته، يعني اللي ناوي يعمل شيء بس يرجع من اهالي غزه اذا بدنا نفتشه نحتاج الى اسابيع طويله عشان نعرف نفتشه، واذا اجى مش بحاجه هو اصلا ياخذ معه سلاح، بيرجع بلاقي هناك في الشمال سلاح اللي فشلوا بانه يفتشوا عليه ويلاقوه. وزير الامن ورئيس الاركان ورئيس الموساد ورئيس الشباك كلهم اللي تفاجئوا من تصريحات نتنياهو اليوم انه الاسرى ما هن عايشين فيش حاجه نضغط، بكون نتنياهو يضع عراقيل امام الصفقه والشروط اللي بحطها نتنياهو، على الاقل شرط اعاده المواطنين الى الشمال وتفتيش اللي معهم سلاح، هذا شرط غير قابل للتطبيق. بقولوا اذا اصر نتنياهو على هذا الموضوع هذا يساوي في الصفقة. الفيديو الثاني، اليوم 40 عضو كنيسة وقعوا من المعارضة، أجبروا نتنياهو أن يأتي إلى خطاب جديد في الكنيسة، بيعرفوا أن نصهم يمكن يسحب الموضوع طويلا قبل ما يطلعوا على عطلة الصيف، بدهم يفهموا منه أسباب الفشل حتى الآن. هن بقولوا قالوا تعال نشوف ليش فشلت بالوصول لأهداف الحرب تبعتك، وطبعا بالشمال حزب الله في ناس 9 أشهر خارج بيوتهم في الفنادق، يعني كافية لأن يلدوا، مظبوط، بالفنادق.
نتنياهو قال الحرب على غزة تقترب من النصر، مرة أخرى يقول ذلك، وما زال يكرر ما كل يوم يثبت عكسه، بقول كلما زاد الضغط العسكري اقتربنا من الحسم. ونتنياهو مقتنع يا إخوان، غزة دمرت، دمرت بالكامل. نتنياهو هو مش مقتنع، هو يحاول أن يقنع أنه مقتنع بأنه الضغط العسكري الذي كان غير كافي. بعرف شو عاد يساوي، يقصف سماء غزة يعني. أيضا قال بأنه يجب أن نضغط على حماس أكثر أكثر. نتنياهو قال للمعارضة كلما تصاعد الضغط على حماس يتزايد جنونكم، ناقص يتمهن بعلاقة غرامية سرية مع حماس. قال كلما ضغط على حماس أكثر المعارضة في إسرائيل تنجن أكثر. هكذا نتنياهو واضح يقول أحيانا جمل بس هيك للنقاش والاستهلاك. رئيس المعارضة لبيد طلع ونتنياهو قاعد ورد عليه، قال له أنت قلت 7000 مرة كلمة ضغط في خطابك، اسأل زوجتك الخبير النفسي ما الذي يدفع شخص إلى تكرار كلمة ضغط. هي سارة مرت نتنياهو خبيرة نفسية، في خبيرة أطفال، هول لبيد بقصد إشي إنه خبيرة أطفال اسألها هي، يعني خبيرة نفس أطفال زوجة نتنياهو يا إخوان، هيك بتقول يا أطفال غزة لو تسمعون من يدعم الحرب الإجرامية، يا نفسياتكم. بعدين لبيد قال له إذا كنت تريد الذهاب لواشنطن كي تقول أنا مع الصفقة الحالية بدون شروط جديدة أنا أتحمل مسؤولية الفشل فاذهب، أما إذا تريد أن تذهب لواشنطن كي تضع شروط وكي تعقد وتتفلسف لا تفضحنا أكثر، لا تطير إلى واشنطن، طير لقطر، طير للقاهرة، اعمل صفقة، خلص لنا الموضوع، رجع لنا أولادنا، بعدين طير على واشنطن قد ايه بدك. قالوا لبيد. الفيديو الثالث، الحريديم قالبين الدنيا، قالبين الدنيا بإسرائيل، سمعوا إنه وزارة الأمن بلشت تبعت طلبات تجنيد، نزلوا يسكروا شوارع. طبعا الدولة لطيفة معهم يعني ما بتاخذهم بعنف شديد، يعني نص شوية عنف، هدول مش عرب، بشر هدول مش عرب. سألوا واحد حريدي بمقابلة انتشرت، قالوا له احنا بحرب كيف يعني هيك بصير تترك الدولة لحالها تساعدونا؟ قال لهم احنا تاركينكو لحالكو كمان، احنا بنصلي لربنا عشان يحفظ اسرائيل، نتعلم توراة. وقال له بلاش اقول لك، بلاش اقول لك اذا منوقف تعليم توراة شو راح يصير باسرائيل. مقتنع. في الحكومة سألوا نتنياهو عن رأيه بدعوة الحارديم للتجنيد، قال لهم تعرف شو قال نتنياهو لما قالوا له شو رأيك؟ قال لهم تفاجأتنا القرار انه في طلبات للحارديم، ما كنت اعرف. لا حدود لألاعيب نتنياهو على شعبه ايضا. احنا بهاي الفقرة صرت 3 أسابيع عدة مرات قلت اقتربت دعوات التجنيد وهم اعلنوا عن ذلك، يعني انتوا صرتوا تعرفوا انه خلال ايام او على الاكثر اسابيع قليله في دعوات للتجنيد للحريديم. يعني نتنياهو بيعرفش؟ كلهم بعرفش. سموتريتش قال لماذا لا نجمد القرار الان، لماذا نجمده بعد بضعة اشهر ندعوهم؟ المحكمة العليا قالت يجب تجنيد الحريديم ولكن لم تقل متى، فلندفش ذلك. وزير القضاء يريف لافين قال لماذا اشهر، خلاص ندفع الموضوع سنة الى الامام. ولكن قال هاي المستشارة القضائية للحكومة هي التي تحركش في الموضوع. ردت المستشارة القضائية قالت الجيش يريد 3000 جندي حتى انتصاف العام القادم، نحتاج لأشهر حتى نحضر أنفسنا، وأنا مع أن يتم الدعوة الآن. أحد الحضور سخر وقال أبلغكم بأن هنالك فتوى من الحاخامات أن تجنيد الحريديم حرام، وسينصاع الشباب الحريديم للفتوى الدينية وليس لقرار المحكمة. يعني إما تنازل أو مواجهة، بوزبوز حضروا حالكم. في كمان سؤال، كيف بدهم بالقوة يشحطوا حريديم على التجنيد؟ مش مثل بقول الغزال اللي شحطوا على الصيد لا فيه ولا بصيده، مش بكل مثل تقريبا هيك بكل مثل. الفيديو الرابع، إلى خبر مدهش آخر، في الديانة اليهودية لا يجوز أن يبقى ولا أي شيء ولا أي يعني قطعة صغيرة من شخص يهودي ولا تدفن على الطريقة اليهودية. بعض أهالي القتلى في 7 أكتوبر سمعوا مؤخرا أنه أبنائهم عندما دفنوا لم يدفنوا كاملين. حسب قناة 14 يذهبون إلى المناطق اللي قتل فيها أبنائهم اللي كان فيها الأحداث ويبحثون كما يبحثون في الآثار، ينقبون إن كان هنالك بقايا إنسان يأخذونها للمختبرات لكي يتأكدوا عن طريق فحوصات DNA إن كانت لأبنائهم فيدفنونها،
في قناة 14 تحدثوا عن الموضوع بتأثر كبير. الفيديو الخامس والأخير مش بالضبط حرب، مش بالضبط. وصلت أول سيارة، أول سيارة تسلا هي جديدة المصفحة شايفينها بالفيديو، إلى إسرائيل. ثمنها بإسرائيل 300 ألف دولار تقريبا، أو بتبلش من 300 ألف دولار. وزارة المواصلات منعت بيعها، أو كانت ممنوع ترخيصها بالأصح. ليه؟ حسب القانون في إسرائيل ممنوع ترخيص أي سيارة مصفحة لمواطن إلا بموافقات خاصة، وأي السيارة بعد ما هاش موافقات خاصة. أنا لو كنت مكانهم في الأوضاع الأمنية في إسرائيل، وقصف بالشمال وخطر في الجنوب والضفة عم تغلي، لشجعت هاي السيارة، شجعتها أكثر يعني كمان للعرب الفلسطينيين في إسرائيل. فالجريمة لدينا من الأعلى في العالم، وإسرائيل ولا سائلة. وزير أمنها الداخلي بن غفير يتفرج، حتى هنالك اتهامات بأن الشرطة تدعم الجريمة بسكوتها عنها. فهاي السيارة تحديدا باعتقادي بحاجة إلى كثير بإسرائيل، مش عارف ليش بإسرائيل بكل لا ترخصوها. يجب أن يشجعوا انتشار المصفحة. كمان شايفين الكبة الحديدية مش دائما عم تمسك الصواريخ، ونحن شايفين في الجولان والشمال وهيك. أو بعطوها لابن نتنياهو. دائما في نقاش قد ايه بيكلف الدولة من حراسة وهيك. هو أخوه على فكرة، آخر 5 سنين في تقرير جديد 22 مليون شيكل كلف الدولة حراسة. هو أخوه يائير وابنه، أو أخوه عفوا بدون أمهن، 22 مليون شيكل. طبعا بإسرائيل بكله في أزمة اقتصادية وهيك، شو عم بتساوي؟ فيمكن إذا بتعطوا السيارة لواحد منهم بخفف على إسرائيل بمصاريف الحراسة. أما لو محلهن شجعتها. أراكم على خير بأخبار أفضل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.